مصر أم الدنيا وقد الدنيا، رب دايما يحفظ مصر ويا رب دايما صباحنا مصري مليان بالخير على حضراتكم. تعالوا نبدأ أولى فقرات برنامجنا واللي هنتكلم فيها عن فقرة زي النهاردة. وزي النهاردة عام 1944 كان ذكرى ميلاد الكاتب الكبير محسن زايد. ولد الكاتب والسيناريست الكبير محسن زايد بحي السيدة زينب بالقاهرة، وتلقى زايد دراسته في المعهد العالي للسينما بقسم المونتاج، ثم انتقل لقسم الإخراج قبل تخرجه بعام واحد ليتخرج من قسم الإخراج. وبعد خوضه تجربة الأفلام التسجيلية توجه لكتابة السيناريو للسينما والتلفزيون. وخلال مسيرته الفنية قدم زايد عدد كبير جدا من الأعمال، 16 عمل بين السينما والدراما، واستطاع من خلالها أن يترك بصمته الخاصة في عالم السينما المصرية. اقترن اسمه باسم الأديب العالمي نجيب محفوظ دائما، حيث قدم عددا من الأعمال الأدبية في الدراما المصرية، ومن أشهر ما قدمه للدراما بين القصرين والسيرة العاشورية وحديث الصباح والمساء والحرافيش وليلة القبض على فاطمة. وفي السينما قدم الساقة مات، اسكندرية ليه، وقهوة المواردي. وظل محسن زايد يمتعنا بأعماله الجميلة والمميزة جدا في الدراما والسينما المصرية حتى توفى في 27 يناير عام 2003. الحقيقة ان هو طبعا قدم اعمال كتيرة جدا وكلها اعمال جميلة جدا. وزي النهاردة كمان عام 1927 كان ذكرى وفاة زعيم الأمة سعد زغلول. زي النهاردة كان ذكرى رحيل الزعيم الكبير وقائد ثورة 19 سعد زغلول، وهو أحد أهم الزعماء في تاريخ مصر والعالم العربي. تلقى سعد زغلول تعليمه في الكتاب، ثم التحق بالأزهر عام 1873 وتعلم على يد السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده. عين سعد زغلول معاون بوزارة الداخلية، لكنه فصل منها لاشتراكه في ثورة عرابي. وفي عام 1906 تم تعيينه ناظرا للمعارف، ثم عين 1910 ناظرا للحقانية. وفي عام 1907 كان سعد زغلول أحد المساهمين في وضع حجر الأساس لإنشاء الجامعة المصرية التي تعرف الآن باسم الجامعة الأمريكية. وفي 8 مارس عام 1919 تم اعتقاله ونفيه لجزيرة مالطا في البحر المتوسط هو ومجموعة من رفاقه، فانفجرت الثورة وقامت ثورة 19، واضطرت انجلترا الى عزل الحاكم البريطاني، وافرج الانجليز عن سعد زغلول وزملائه واعادوا من المنفى الى مصر. وسمحت انجلترا للوفد المصري برئاسه سعد زغلول بالسفر لمؤتمر الصلح في باريس ليعرض عليه قضيه استقلال مصر. وظل زعيم الامه سعد زغلول يدافع عن القضيه المصريه حتى توفى زي النهارده عام 1927 ودفن في ضريح سعد المعروف ببيت الأمة بالمنيرة بالسيدة زينب، والذي شيد عام 1931. الحقيقة زي النهاردة عندنا أخبار كتير. وزي النهاردة عام 1969 ده كان ذكرى وفاة المخرج الكبير أحمد بدرخان. قدم بدرخان عدد كبير من الأعمال السينمائية المتنوعة بين الإخراج وكتابة السيناريو، وقدم عددا من الشخصيات التاريخية المتنوعة خلال مسيرته الإخراجية. ومن أهم أفلامه نشيد الأمل، دنانير، فاطمة، وليلة غرام، ومصطفى كامل، وسيد درويش، وغيرها من الأعمال الجميلة اللي كلنا طبعا بنحبها، حتى توفى زي النهاردة 23 أغسطس عن عمر ناهز 59 عام. رحم الله المبدع أحمد بدرخان وأسكنه فسيح جناته. يعني الحقيقة زي النهاردة وأخبار كتيرة معانا. وزي النهاردة كمان عام 1969 ده كان ذكرى رحيل أحمد بدرخان الله يرحمه طبعا ويسكنه فسيح جناته، وكان من الرائعين المؤثرين جدا في الأعمال اللي قدمها لنا.